من القدس تنضم إلينا مراسلتنا دانا أبو شمسية. دانا، ما الذي تكشف في جديد تفاصيل هذه الحادثة التي جرت في القدس؟ بعد التحية أحمد، بالفعل هنالك تحديثات في المعلومات وحتى الأعداد الصادرة عن الجهات الرسمية الإسرائيلية. نتحدث عن قتل 3 إسرائيليين وإصابة 12 آخرين على الأقل بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، وذلك جراء عملية إطلاق النار التي نفذت صباح اليوم شمال القدس المحتلة، تحديدا في عند مفترق رامور جبعات شاؤول. هذه هاتان المستوطنتان الجاثمتان على أراضي المواطنين شمال القدس المحتلة، حيث تم إطلاق النار صوب مجموعة من المستوطنين عندما تواجدوا بمحطة لانتظار الحافلات هناك. وإضافة إلى التفاصيل، اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة إبراهيم النمر 30 عاما ومراد النمر 38 عاما في سور باهر جنوب المسجد الأقصى المبارك، وهما حسب الإعلام الإسرائيلي منفذا عملية أو إطلاق النار هذه، وقد استشهدا الاثنان خلال تبادل إطلاق النار. كما ذكرت الوسائل الإعلام الإسرائيلية والمصادر الرسمية ذاتها أنهما أسيران محرران وينتميان لحركة حماس. وبحسب بيان صادر عن جهاز الأمن الإسرائيلي المدعى الشباك، فإن مراد نمر من سكان القدس ينتمي لحركة حماس، وكان قد اعتقل بين عامي 2010 و2020 على خلفية نيته القيام بنشاط مسلح. كذلك شقيقه الذي تم سجنه عام 2014 بتهمة القيام بأنشطة سماها بالإرهابية على حد تعبير البيان. في السياق أيضا، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمر بن غفير الإسرائيليين إلى ضرورة حمل السلاح، وبهذا يجدد الدعوة التي بدأها منذ اليوم الأولى لهذه الحرب على أهلنا في قطاع غزة، وذلك بعد هذه العملية. وكان قد تواجد بن غفير في مكان عملية إطلاق النار، وقال بأن يعني من وصفهم بنشطاء حماس بأن الحركة تتحدث معنا بلسانين، ويجب أن لا نسمح بذلك، خاصة بعد ربطه للأحداث التي تتم في قطاع غزة وعملية وقف إطلاق النار والهدنة. التفاصيل الأولية كانت بأن الإسعاف الإسرائيلي قد تلقى هجوم في تمام الساعة 7:38، وبدأت الإصابات، تتحدث عن 6 إصابات، إلا أن العدد الكلي الإجمالي النهائي للإسعاف الإسرائيلي يتحدث عن 12 إصابة تم نقلهم إلى مشافي القدس. ومن ضمن هذه الإصابات نتحدث عن إصابات خطيرة وأيضا إصابات متوسطة. هذا يعني أن عدد القتلى الإسرائيليين من المرجح أن يزداد بعد هذا التصريح من قبل الطواقم الطبية التي تتعامل مع هذه الحالات المصابة. في طبيعة الحال كان هنالك تحويل إلى مدينة القدس، أو تحويل مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية بفعل الإجراءات التي كانت على أرض الواقع والمتمثلة في إغلاق محاور الطرق هناك ومنع المواطنين من الوصول إلى المنطقة أو الخروج منها. دانا، المنطقة التي جرى تنفيذ العملية فيها هي كما فهمنا عمليا هي يفترض أنها تتبع الضفة الغربية، لكنها إداريا استولت عليها سلطات الاحتلال وضمتها للقدس لكي تكون جزءا من الأراضي الواقعة تحت احتلالها بصورة مباشرة. إذا كانت هذه المعلومة سليمة، فما دلالة ذلك؟ وكيف أمكن لي الشابين أن يصلا إلى هذه المنطقة؟ وما قيل أيضا عن اللوحات التي كانت تحملها السيارة التي كانا يستقلانها؟ نعم، دعنا نقول بأن هذه المنطقة تحديدا تقع في القدس الغربية أو غرب القدس المحتلة التي تم احتلالها في عام 1948. وجبعات شاؤول هو الاسم الحالي لقرية عربية مهجرة من قرى القدس. كما ذكرنا تم تهجير أهلها عام 48، وتسمى دير ياسين يعني، وحتى راموت وهي جاثمة على أراضي المواطنين في شعفاط. أي أن هذه المناطق تقع ضمن تقسيمات الاحتلال للأراضي الفلسطينية ضمن مناطق القدس، بل أن المواطنان اللذان استشهدان أيضا من قرية سور باهر وهي قرية فلسطينية داخل جدار الفصل العنصري. أي أن العملية وقعت في أراضي القدس تحديدا في شمال القدس، وأيضا المنفذ للعملية هو وشقيقه أيضا يحملان الهوية المقدسية ويقطنان في حي مقدسي هناك. الدلالة الأهم في سؤالك ليس بأنها تابعة في الضفة الغربية، بل بأن القدس منذ اليوم الأول وهي
تعاني من إجراءات وعراقيل وإغلاقات لمنع إتمام عمليات ضد أهداف إسرائيلية من قبل السكان الفلسطينيين القادمين من الضفة الغربية. لذلك كان هنالك حواجز نشر أعداد وعناصر إضافية شرطية في القدس وإغلاق المسجد الأقصى المبارك، إغلاق الحواجز والمعابر الواصلة والفاصلة بين القدس والضفة الغربية. ورغم كل هذه الإجراءات وكل هذه التضييقات، خرجت هذه العملية من القدس تحديدا، من العاصمة ومن سكان مدينة القدس، وتم تنفيذ العملية في مستوطنات جاثمات على أراضي فلسطينية مقدسية. هذا يعني أن رغم كل هذه الإجراءات ما زالت هنالك عمليات تخرج ضد أهداف إسرائيلية، وهذا ما لوحت إليه التحليلات العسكرية صباح هذا اليوم بعد هذه العملية، بأنه من المتوقع حتى وإن تم تمديد الهدنة أو حتى استئناف القتال في قطاع غزة، سيكون هنالك عمليات تنفذ ضد أهداف إسرائيلية ردا على ما يجري في القطاع. لكن ما يجري في الضفة الغربية في المقابل أيضا دان على مدار الأيام الماضية، وصولا حتى إلى استشهاد صبيين، أحدهما كان يبلغ من العمر 9 سنوات، وكانت الصور التي بثت واللقطات التي حتى كانت معنا عبر القاهرة الإخبارية بالأمس كانت صور مروعة للغاية، تأتي امتدادا لما كان جاريا في الضفة الغربية وتحديدا في مدينة جنين وفي مخيمها. هل يرى أن هناك تغيرا ما يمكن أن يطرأ على سياسة حكومة الاحتلال تجاه ما يجري من تصعيد في الضفة الغربية؟ ما يجري في الضفة وفي القدس هو تطبيق لقانون الطوارئ الذي كان قد أعلن منذ بداية الحرب على قطاع غزة، قانون الطوارئ الذي يجيز لشرطة الاحتلال ولجيش الاحتلال تنفيذ وتوسيع عملياتها دون أن يكون هنالك أي قوانين قد تردع هذا الجندي أو هذا الشرط الذي ينفذ سياساته واعتداءاته على المواطنين الفلسطينيين. ناهيك عن ذلك، سياسة غياب عدم الردع وعدم وجود قانون قد يمنع أو يحاكم الجندي الإسرائيلي الذي ينفذ عمليات إعدام ميدانية، هذا يعني بأن يكون هنالك توسيع في استهدافات الفلسطينيين المدنيين، هذا يعني أيضا مزيد من الدماء وشلال الدماء الفلسطيني نتيجة فتح المجال من قبل أعلى المستويات السياسية، ونتيجة التحريض المستمر من قبل المستوى السياسي والمستوى العسكري، وما حدث في جنين وهي نتيجة لتحريضات من قبل وزراء في داخل الائتلاف الحكومي الذين قالوا بأنه يجب أن يكون هنالك عدم تحويل مخيم جنين إلى غزة ثانية قد تواجهنا في أراضينا في اتصال مباشر مع المستوطنين. لذلك تحاول المنظومة العسكرية جاهدة القضاء على عناصر المقاومة كما تقول في تبريراتها في داخل مخيم جنين، فأصبحت وباتت تستخدم أساليب مروعة منها الإعدامات الميدانية كما حدث مع الطفلين اللذين التقيا في رصاص الاحتلال وتم يعني إعدامهما، أو حتى استخدام المسيرات التي عادة ولم تكن تستخدمها عادة قبل أعوام سابقة، ولكن مع هذا الائتلاف الحكومي الأكثر عنصرية وتطرفا أصبحنا نشاهد مسيرات وقصف متواصل إلى منازل المواطنين في مخيم جنين. هذا أيضا نستطيع ربطه في حالة الطوارئ المعلنة في مدينة القدس وحالات الاعتقال المستمرة في صفوف المواطنين سواء في القدس أو الضفة، سواء اعتقالات استباقية احترازية خوفا من إتمام أي فعاليات ضد الاحتلال ومستوطني، أو حتى الاعتقالات على خلفية الكتابة على الفيسبوك أو الاعتقالات على خلفية المشاركة في التظاهرات، وكأنها تحاول تجفيف الوجود الفلسطيني حتى لا يكون هنالك تشتيت لأداء ولرد الفعل، وكما تقول الشرطة الإسرائيلية في بياناتها بأن يتم توجيه يعني التواجد العسكري عند مستوطنات ائتلاف غزة، وبأن يكون توجيه المنظومة العسكرية لصد اعتداءات حركة حماس القادمة من غزة، وليس أن يكون هنالك تواجد وانتشار لهذه الحركة أي يقصد فيها حماس بالضفة من خلال تنفيذ عمليات أو حتى في مدينة القدس. أخيرا دانا، هل ينظر إلى الأمر باعتباره ينطوي على تقصير أمني، على خرق أمني كبير ينسب لأجهزة الأمن الإسرائيلية، خصوصا أن الشابين أحدهما كان يحمل مسدسا والآخر بندقية تابعة تقريبا أو تستخدم من جانب الشرطة الإسرائيلية، ثم فعلا ما فعلاه وبعد ذلك جرى استهدافهما، هل نظر إلى الأمر على هذا النحو؟ يعني ما ينظر إليه في الإعلام الإسرائيلي هو بأن المنظومة الأمنية الإسرائيلية وخاصة الشرطة الناشطة في القدس قالت في بيانات سابقة أنها قامت بحملة اعتقالات واسعة شملت كل ناشطي حركة حماس،
خوفا من تنفيذ عمليات أو عمليات ضد أهداف إسرائيلية. أن تخرج هذه العملية وأن تقول المنظومة ذاتها الشباك الإسرائيلي بأن الشابين ينتميان إلى حركة حماس، هذا يعني بأن هنالك تقصير فعلي، وهذا لربما يضاف إلى حالات الفشل الاستخباراتي التي كانت إسرائيل تلوح فيها منذ أيام بأن هنالك كان فشل استخباراتي في 7 أكتوبر. أن يكون هنالك سلاح في هذه القوة وفي هذه العدة والعتاد وهذا العدد بعد مصادرة قوات الاحتلال له ونشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هذا ما دفع محللون إلى التساؤل بأنكم إن قمتم وقلتم بأنكم قمتم باعتقال جميع نشطاء حركة حماس وبأن لا يوجد سلاح مع الفلسطينيين في المقابل هناك تسليح للمستوطنين، إذن كيف تمكن هذين الشابين من تنفيذ هذه العملية؟ ولربما يكون هنالك مساءلات أخرى لهذه المنظومة الأمنية، ولكن كل الحديث في الإسرائيلي في وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن سيكون هنالك فتح تحقيقات في هذا الموضوع، ولكن يجب التركيز في هذه اللحظة بأن يكون هنالك منع وردع للفلسطينيين من تنفيذ أي عمليات. لذلك بدأت في تنفيذ سياسة العقاب الجماعي المتمثلة باعتقال ذوي الشهداء أو حتى اقتحام منزلهم، وهذا ما يتم فعلا في هذه اللحظات في سور باهر جنوب القدس المحتلة. تانا أبو شمسية مراسلتنا من القدس، أشكرك شكرا جزيلا.